خلينا نروح طبعا نرجع لحلقتنا النهارده التنس الارضي، وطبعا فوزهم او فوز السيدات بلقب الدوري العام. نوره بهاء نجمه الفريق، طبعا انت بنت نادي الاهلي يا نوره. من وانا عندي 12 سنه. 12 سنه ما شاء الله. طب ويمكن اصعب فتره بتبقى الانتقال من الناشئات للفريق الاول، لانه طبعا بيحصل يعني زي ما بيقولوا مفرمه، يمكن الكابتن عارف ولا بقول ايه، بيبقى في عدد كبير من اللاعبات، بيبقى في لازم تبقى واخده رانك على مستوى مصر عشان تكملي مع الفريق. كلميني عن تطور مستواكي من الناشئات لغايه ما وصلت الفريق الاول. هو في الحقيقه انا في الاول ما كنتش في الناشئات، انا كنت في نادي التوفيقيه. ممتاز. بعد كده يعني رحت من وانا عندي 12 سنه، رحت الفريق نادي الاهلي. نادي بس الاهلي لسه صغيره برضو يعني. طبعا. يعني برضو كان ساعتها الرانك طبعا كان بيفرق، كان رانك كام ساعتها؟ افتكر يعني مش فاكره، بس اظن يعني العشره او يعني جوه. يعني نقول بالتوب 10 مثلا المدير مثلا. فده طبعا ساعدني يعني انا ادخل الفريق. طب لما جيت النادي الاهلي الرانك اتحسن والدنيا اتحسنت معاكي، ولا في هزه حصلت شويه؟ فاكره الايام دي ولا لا؟ يعني بصراحه انا فاكراها كويس قوي، عشان ده كان ساعتها اول دوري العب معاه مع الفريق، فده كان بالنسبه لي يعني يعني احسن دوري لعبته في حياتي ما شاء ممكن. الله. ففرق طبعا كتدريب ككل حاجه يعني فرق معايا جدا يعني. طيب التطور بقى المستوى من الناشئات لغايه ما وصلت للفريق الاول، كنت ماشيه محافظه على الرانك بتاعك؟ لان هو بيحصل دايما مع التصعيد من سن لسن بيبقى في صدمه شويه، انت بتلعبي مع الاكبر منك فتره وبعد كده بتلعبي مع الاصغر منك، فالترانسفير اللي بيحصل من سن لسن في العاب المضرب بيحصل دروب في الرانك وبعد كده ترجعي تستعيدي الرانك بتاعك. مريتي بالمراحل دي ولا الحمد لله احنا كنا طول الوقت ماشيين يعني كويس؟ لا مريت بيها بصراحه، يعني اللي هو فتره 16 ويمكن برضو حتى بعد كده، يعني اللي هو كان التركيز برضو ما كانش قوي في التنس طبعا بسبب طبعا. الدراسه وكده، يعني حتى برضو الفتره دي عشان انا في جامعه، ففكره الدراسه مع التمرين وكده بيبقى مشكله، ولكن يعني بحاول على قد ما اقدر اني اكمل بصراحه في التنس عشان يعني حابه اكيد ان اكمل شاء الله. فيه. طب قولي لي، انت شاركت في قبل النهائي مع الصيد والنهائي مع وادي دجله، ولا شاركت في مباراه اخرى؟ شاركت مع، كان ساعتها كنا بنلعب 6 اكتوبر. ما شاء الله. ده في المجموعه؟ ده كان في مجموعه صحيح. كنت ساعتها لعبت دبل، بس يعني ما شاء كان الله. ساعتها الحمد لله احنا كنا واخدين السناجل، فكان فكان الموضوع الدنيا مرتاح كويسه شويه. مرتاحه يعني في النتيجه. هو السناجل بيلعبوا الاول او السنجل بيلعب الاول قبل بالظبط، الدبل؟ يعني حتى بعد ما بنخلص خالص الماتشات كلها بعد كده بقى بنبدأ الدبلز بقى. طب حلو. طيب يعني الرانك بتاعك كام دلوقتي؟ وصلت لكام؟ انت طبعا السيدات بتبقى العمليه اعنف بكتير طبعا، انا عارف. طبعا. يعني هو انا دلوقتي يعني 60، بس بسبب ان ما بخشش البطولات عشان بسبب الدراسه. بس يعني كويس الجامعه. 60 ده كويس جدا على مستوى يعني مش يعني وحش يعني، برافو عليك. فبس يعني بحاول ان شاء الله، عشان برضو احنا دلوقتي في فتره اجازه انت يعني بتدرسي بحاول. ايه؟ انا في كليه سياسه واقتصاد. صعبه. فاه جامعه القاهره فيعني ولا جامعه القاهره، كمان؟ فبحاول ان انا اظبط الدنيا لا يعني. دراستها صعبة وكلية من كليات القمة يعني. شكلك كنت في ثانوية عامة كمان شاطرة، ثانوية عامة. جبتي مجموع كبير صح؟ الحمد جبتي لله. كام تفتكري؟ كنت جايبة 97، بعد ما كده شاء كمان الله بالتفوق الرياضي عديت جبت، المية. لا يعني هو كان 1.5% بس، ما شاء الله. فالحمد طيب لله. تفوق الرياضي، انا يعني انا كنت جاركو بقى يعني، كنت هندسة القاهرة وكان كل اصحابي موجودين في سياسة واقتصاد، فكنت قاعد على طول ما في شاء الله. سياسة واقتصاد القاهرة يعني. كان هم من كتر ما بقعد هناك كانوا الناس تظن ان انا من سياسه اقتصاد، بس انا كنت هندسه القاهره، فانا عارف الكليه وعارف القعده بتاعتها وعارف مدخلها، ويمكن كليه عريقه جدا سياسه اقتصاد، بس صعبه صعبه. الله يكون في عونك يعني. ان شاء يعني الله معاك حق تقولي ان هي. طب انت في سنه كام دلوقتي؟ يعني انا خلاص رابع سنه ان شاء الله. ما شاء الله. ده انت خلاص يعني خلاص التخرج اهو. ما ان شاء الله. شاء الله. تقديراتك كويسه ماشيه كويس؟ الحمد لله الحمد امتيازات لله. ولا جيد جدا؟ امتياز الحمد لله. طب احنا قاعدين مع سفيره كبيره دلوقتي ان شاء الله. يا كابتن ده احنا قاعدين مع سفيره المستقبل ان شاء الله، خليها في يوم بنجهزها كده وكده. طيب دراسه وتنس جائزة الأول، سفيرة مصرية بتلعب تنس على مستوى الاحتراف. لا إن شاء الله ربنا يوفقك. طب كلميني عن البطولة بقى نفسها، كانت صعبة؟ ماتشنا مع الصيد كان عامل إيه؟ شايف كسبنا ليه السنة دي؟ إيه اللي اختلف السنة دي عن السنوات اللي فاتت خلينا نكسب؟ يعني بصراحة هو فعلا ماتشات الصيد كان من الماتشات اللي كانت صعبة بالنسبة لنا، يعني حتى في السناجل احنا كنا يعني حتى الناس حتى اللي ما كناش بتلعب يعني كنا قاعدين بره كنا متوترين. متوترين جدا. متوترين طبعا جدا، بس يعني بنحاول ان احنا على طول بنشجع وبنسبورت طبعا الناس اللي بتلعب جوه. فالحمد لله يعني اللي هو كنا خلاص على اخر سنجلتين كنا يعني كان الموضوع صعب قوي جدا، بس صعب. الحمد لله يعني اخذناهم في الاخر. وبالنسبه بقى للفاينل برضو كنا يعني عامه كل الماتشات كنا على طول بنلعب على قد ما نقدر، ان احنا كل ماتش مهم مفيش اي النتيجة حاجه 5-4. سهله. نتيجه قريبه جدا بالظبط. يعني من 9 مباريات انت خسران 4 وكسبان 5، فانت وصلت
4-4 تقريبا، ممكن يكون كده وصلت، او 4-3 يعني، وصلت في نتيجه كانت الدنيا كلوز جدا في الماتشات، شكلها كانت عصبي قوي قوي. احنا كنا 4-2 مخلصين السنغال 4-2 لينا، فطبعا بقى دخلنا اللوبل كنا بس محتاجين واحد علشان نبقى ضامنين يعني خدناه، وبعد كده لعبنا الاثنين التانيين بقت 5-4 يعني، حتى المكسب كان الحمد لله، الصعوبه كانت في الاوائل بس. بالظبط الحمد لله. طيب ماتش وادي دجله كان اهدى شويه ولا من وجهه نظرك يمكن كان الصيد هو اللي هو يعني الفاينل؟ من وجهه نظري كان الصيد هو اللي كان اصعب. يعني طبعا وادي دجله برده عندهم برده لعيبه كويسين. يعني طبعا الماتشات برده ما كانتش سهله يعني. بس الحمد لله يعني الناس اللي نزلت السنجل يعني الحمد لله. طب وليه يا نورا فاكره يعني اسامي مدربين من اللي فرقوا معاكي في حياتك في التنس يعني لسه فاكراهم؟ يعني وانا بسال السؤال دول هم نوروا في يعني قدامك كده ان انت لسه فاكره اساميهم وفرقوا معاكي ووجهوكي في الطريق الصح واستفدت منهم جدا، قولي لي شويه مدربين طبعا غير كابتن محمود طبعا عشان طبعا تلعبي الماتشات اللي جايه. يعني بصراحه يعني اول ما رحت الاهلي كان كابتن طارق الخطيب كان هو اللي ماسك الفريق ساعتها، فهو فعلا يعني فارق معايا كتير قوي كتير. وبعد كده كان برضو في كابتن ابراهيم كان برضو فرق برضو كتير قوي معانا. بعد كده بقى جه بقى طب مدربين الفتنس انت فاكراهم مين كمان؟ خلي بالك الفتنس بيكون دور في الالعاب المضرب. يعني هو حاليا معانا كوتش مصطفى وكوتش مصري، هم بصراحه يعني عاملين فرق كبير قوي معانا. يعني بنتدرب مثلا ساعه ونص فتنس ده غير طبعا تمارين التنس، فيعني هم فعلا عاملين شغل كبير قوي معانا يعني.